حاجه من راسه يتشكل لك السلام عليكم. معك سعاد سكرتاريه تنسيقيه الضحيه قرارات تهجير القصري بالمدينه العتيقه داخل الثور. الموضوع اللي عندنا حنا ديما كندويو عليه هو ان الوكاله الحضاريه تدور تصلح للناس، الناس كيصلحوا، حنا مزيان لينا الاصلاح، حنا بغينا الاصلاح، ولكن شنو درتوا معنا حنا صحاب اللي عندنا الهدم الكلي؟ الناس اللي عندهم الشطر الاول شنو درتوا معاهم؟ نقصوا الشطر الاول ومشيتوا الثاني والثالث والرابع. هذا هو السؤال ديالي، بغيت نعرف اش غديروا معنا حنا؟ حنا باقي ما درتوا معنا حتى شي حاجه، ما درتوها معنا. حنا الشطر الاول حنا عندنا الهدم الكلي، الناس عندهم قرار ديال الهدم الكلي. هاد الساعه باقي ما داروا معنا حتى شي حاجه، الناس داروا خبرات ال بي 2 او، الناس داروا خبرات في المحكمه وباقي ما داروا معاهم والو، نقزوا مشاو الناس ديال الهدم الجزئي والناس ديال الاصلاح. واش ما عندكم واش خرجوا على ريزلتا فينال انهم هذوك لا ماشي اي للسوق، عندنا غير الاصلاح، الناس خرجوا لهم خبرات عندهم غير الاصلاح صافي فقط. هما كاينين ديور لي رابو، لكن حنا اللي باقي ما ريبوش الناس اللي باقي ما ريبوش اليوم خاصهم يديروا معاهم حل. حد لا ما كاينش عندنا حنا كاع هادشي، حنا اللي عندهم هذا الجزئي حنا داروا لنا هذا المشكل. الكرايه هما اللي استافدوا مشاو خلاو هما الملك. انا كنعرف بان ملي بغيتوا تعطيو للكرايه هذا الاستفاده خاصكم تعلموا مول الملك، مول الملك ما تعلمش، عطاوهم شقه استافدوا، وكاين اللي باقي ما استافدش. كاين لا حنا ماشي مع اصحاب خارج السور، حنا كنهضروا على داخل السور، باقي ما عطاهم والو داخل السور، باقي ما داروا معاهم حتى شي حاجه. دابا الناس ديال داخل السور كيوصلوا لكم ميساج، اشنو غديروا معاهم؟ واش غتساليو من برا وغتجيو لهم هما لداخل؟ هادشي اللي بغينا حنا نعرفوا. اكيد غتكونوا طرقتوا بزاف ديال الابواب. طرقنا بزاف ديال الابواب والناس عندهم الخبرات، وهاد الساعه ما كاين والو داخل السور، ما كاين والو خارج السور. هذيك الساعه راه المحج الملكي، هذاك راه عارفينه الناس بانه راه المحج الملكي، لكن داخل السور باقي اختي ما داروا معنا حتى شي حاجه. لا ما بقاش داكشي، ما بقى كيجي عندنا حتى شي حد، الدنيا همدات، ما بقى كيوصلونا ما والو، ولكن بغينا نعرفوا واش غيساليو من برا وغيجيو عندنا لداخل. ولكن ما عرفناش شنو جاي. كيجيو ليهم الشطر الثاني والثالث والرابع راه خدامين، الناس كيصلحوا، الناس عطاهم الاصلاح، الناس عطاهم الرخص معلقينهم في البيبان، وحنا اللي عندنا الهدم الكلي اش غديروا مع الناس؟ هذا هو السؤال ديالي. هذا هو حنا الساكنه اللي كنطالبوا داخل سطور المدينه العتيقه ديروا معنا شي حل، الناس اللي عندهم هما يشوفوا الحل، يعطونا اصلاح، يبدلوا لنا القرار من القرار الهدم الكلي. لا كلشي باغي يبقى في ديوره، كلشي باغيين يبقاو في الديور ديالهم، هادشي حنا اللي بغينا. القاط عبد العزيز ساكن في زنقه التزارين المدينه القديمه. هاد الناس دابا جاو تيطلبوا منا نخرجوا من المنازل ديالنا، وحنا المنازل ديالنا ماشي اهله للسقوط، ولكن تيفرض عنا يقول لك راه تيجيبوا لنا ورقه باللي راه يعني اهله للسقوط، وبغى يخرجونا الصحه. وجاو شي ناس بدون اسماء ديالهم، جاو في الليل في العشرة الليل قال لك خصكم نهار اثنين تكونوا خاوي ديال السلطه، وجاو يخرجون في العشرة الليل جاو، وما يمكنش الناس ديال السلطه يجوا في العشرة الليل باش يبقاو يفرضوا عنا هذا الوجود، خصكم تخرجوا. والو بغى يخرجونا بدون لائحه افراغ ولا هذه، وما عطينا وقال لك اخرجوا من بعد عاد نعوضوكم، وتسنى عام يا عامين ونبقاو حنا مشردين في الزنقه. 98 88 89 فاش مشى الاحصاء؟ 1989 فاش حصونا، وحصوني انا ووالديا، انا مجوج ودابا الاستفاده خرجت لي يعني الوالدين ديال استفاده الوالدين مشات. دابا انا عندي ولدي مجوج ووالده وباغيين يلوحوا، وانا عندي الدار فيها 4 ايطاج، يعني وحنا غادي نخرجوا 4 ايطاج اللي كاين عندك المنزل كيتكون من 4 من التحت 4 طوابع. بغى يعطيونا ابارتومون، كاين معايا خوتي تما بغى يعطيهم ابارتومون وغادي نخلصوا. قال لك 10 المليون ياخذوا لي الملك ديالي والمسائل ديالي، وقال لك نخلص 10 المليون باش نخرج. ما عندكش البديل؟ لا ما كاينش، ما عنديش دابا راني واحد يعني انا يريبوا عليا ولا يديروا اللي بغاو، هذا هو الحل اللي غادي نتسنى منه. فين جيتوا اليوم على ودي اشنو؟ جينا على هاد الناس باش يعني هما اللي غادي يكونوا العون ديالنا باش يقضيوا لنا المصالح ديالنا. المطالبة ديالنا حنا ما كاين حتى مشكل، دابا حنا ما غاديش نهربوا من المصلحة العامة ومن المحج الملكي، يعطيونا غير البديل، يعطيونا السكنة ديالنا ونمشيو، ماشي عاد غايقول سير كري وتسنى ولا يعطيك 9000 درهم، 9000 درهم واش غتكري بها عام عامين؟ هذا هو المشكل. إذا بغيتو نتوما ما تعطوش ديك 10 المليون.
لا انا ما كاين حتى مشكل، راه هذا نعطيه انا نعطيه، ولكن اعطيني سكونه مزيانه واعطيني نمشي في البلاصه، ماشي تسناك حتى تبقى نخرج انا على برا نكري. زعما تريب لي تعطيني؟ تريب لي اه غريب لي اعطيني نخرج، اعطيني نخرج بحالتي وتريب، ولكن باش تقول لي تريب وسير تسنى راه هذا لا يعقل. واخا حيت الناس اللي قبل منا راه ما داروا معاهم والو، راه مساكين كاين اللي عام كاين اللي 6 شهور راه باقي مشرد. باقي الناس مشردين؟ اه باقي الناس مشردين لدابا. 9000 درهم دابا ولاو تيقول لك 9000 درهم ما كايناش، ما كايناش 9000 درهم، تيمشيو الناس يمشيو ويجيو ما كاينه حتى حاجه. هاد الناس يعني باغين يطعنونا وصافي. ناش شفتوا الجهات المسؤوله؟ مشيت للجهات المسؤوله، الجهات المسؤوله راه تمشي عندها تيقول لك غنعطيك سير الريب عاد تجي نعطيك، اش غتعطيني؟ الناس اللي صافي، الناس اللي سابقين راه هما تيتسناو عام عامين وهما تيتسناو. والله يدير تاويد الخير، هادشي اللي تنقول الله يدير تاويد الخير. واحد الشكل النضال اللي قانون داخل السلطات المحليه ومع المؤسسات الماليه، لان احنا في الاتفاقيه الدور ديالنا الوحيد هو وساطه اللي مزوجين مورا 2012، فاحنا كنتفاوضوا على هذا المجال انهم يزيدوا فيه واحد المده باش كلشي يقدر يستافد وتا واحد ما يضيع. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.